السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد عشاق الطبيعة. اليوم جينا ندير واحد جولة خفيفة شوية هنا في الطبيعة، تشوفوا الأجواء كيفاش دايرة بعد من بعد التساقطات المطرية. المهم تشوفوا الجو كيفاش داير هنايا، الطبيعة انتم كتشوفوا تبارك الله. الجو زويوان، الله زيدو زيد 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 واحد الجو اللي هو زوين بزاف صراحه. وانتم كتشوفوا حتى سقطت المطريه، الارض كيفاش دايره تبارك الله خضراء، وانتم كتشوفوا بعينيكم الجو زوين بزاف، والربيع راه يبان لكم لهيه. شوفوا كيفاش داير الربيع، البلاصه بعيده شويه، نقربوا لكم الصورة. صراحة الطبيعة زوينة بزاف هنايا. ودابا طلعنا لهاد البلاصة هادي الفوق باش نصوروا لكم هاد الجهة هادي، تشوفوا كيفاش داير المناظر اللي فيها. شوفوا الطبيعة هادي تبارك الله هنا كيفاش دايرة، الجو زوين بزاف. تبارك الله ما شاء الله، ها هو كاين صراحة. فاش كتكون الشتا طايحة تبارك الله كتكون الأرض زوينة والخضورية، ومزيانة هاد الخضورية هادي للعينين صراحة.
والشجر ديال الزيتون كيفاش كتشوف تبارك الله راه قدامنا ليه، راه الشجر ديال الزيتون جو زوين بزاف هنايا. اللي بغى يبدل الجو ولا القنط هاد البلاصه كنصحو بها صراحه. هانتوما كتشوفوا الورد ها هو كيطلع، الاشكال والالوان داكشي، يا سلام سبحان الخالق المبدع المصور، منظر جد رائع مع هاد الخضوريه هادي. ما كان ما احسن من الطبيعه صراحه. الجو زوين بزاف هنايا، اللي بغى يفوج وناخذ لكم صوره عاوتاني من هاد الجهه هذيك وتشوفوا براسكم. ودابا عاوتاني لقطة اخرى من بلاصة اخرى عاوتاني هنايا من الفوق، كنا كنصورو من الجهة التحتانية، دابا طلعنا نصورو من الفوق شوية. عشاق الطبيعة مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا، اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن، نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله، ربي يحفظكم وينور طريقكم. شجرة الزيتون كيما كتشوفوا معنا حنا قربنا ليه، كان قبيلاش كان بعيد مننا، دابا حنا قربنا ليه وكل شيء كنشاركوه معكم، نشاركوا معكم هاد الجولة اللي هي خفيفة وظريفة، وتمتعوا بجمالية الطبيعة هنا بمدينة الخميسات. الناس اللي كيجلسوا في الربيع، ها الربيع موجود، تخرجوا تجلسوا في الربيع، شي بريري داتاي ولا شي ترموس ديال القهوه ولا هادي، وتجلسوا تفوجوا مع وليداتكم. هانتوما كتشوفوا معنا الطبيعه كيفاش دايره، الخضوريه تبارك الله ما شاء الله، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. الله يحفظنا ويحفظكم ويشافينا ويشافيكم ويشافي الجميع إن شاء الله، والناس اللي في الغربة نتمنى الله سبحانه وتعالى يتلاقوا مع أحبابهم وصحابهم، ويدير ربي تاوي الخير للجميع إن شاء الله، ورفع علينا هذا الوباء هذا، وترجع المياه لمجاريها يا ربي كما كانت في السابق، هادشي اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى. ها هما الناس اللي عزيز عليهم الربيع، ها انتوما كتشوفوا كاين فين تخرجوا وليداتكم وتمتعوا بجمالية الطبيعة. ومن هاد الاجواء هادي كنقول لكم بالسلام عليكم، الى عجبكم الفيديو خوتي خواتاتي ما تنساو تبارطاجيو باش تكبر القناة ان شاء الله، ونكبروا العائلة، وتكونوا كذلك مشكورين على المجهودات ديالكم وعلى المشاهدة ديالكم، ربي يحفظكم وينور طريقكم ان شاء الله يا ربي.